بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء وبنات طلبة الصف الثالث الثانوي، نكمل مع بعض دور تاني 2019 الجزء الثاني. كنت حليت في الفيديو السابق لحد السؤال رقم 5، نكمل السؤال رقم 6 دور تاني 2019 تفاضل وتكامل. متنساش لو كنت بتشوف القناة لأول مرة تشترك في القناة عشان يصلك كل جديد. طيب السؤال 6 بيقول لي إذا كانت صاد بتساوي لوغاريتم ه لي افتح قوس 1 زائد ه أس 2 س، فإن د صاد على د س، عايزين نجيب د صاد على د ايه س. طيب في الحالة ديت يبقى احنا عايزين نشتق دالة لوغاريتمية. طيب ما احنا عارفين ان مشتقة اي دالة لوغاريتمية بتساوي 1 على الدالة، تمام. يعني لو انا بجيب مثلا لو انا عندي الصاد بتساوي لوغاريتم س للأساس هي، لو أنا عايز أجيب المشتقة بتاعتها يبقى دال صاد على دال سين بتساوي 1 على إيه سين، 1 على سين في مشتقة الدالة اللي هي دال سين على دال سين بواحد، يعني بواحد على سين. نفس الكلام هنطبقه هنا، يعني الوقت أنا عايز أقول له هنا دال صاد على دال سين اللي احنا عايزينها تساوي 1 على الدالة اللي قدامي اهو، 1 على الدالة اللي قدام اللوغاريتم مهما كان شكله، يبقى 1 زائد ه أس 2 س، ماشي، في مشتقة الدالة، في مشتقة الدالة اللي هي مشتقة اللي هي القيمة دي، مشتقة القيمة دي يعني هتساوي ايه؟ بتساوي مشتقة بها نفسها يعني ه أس 2 س في مشتقة الأس يعني في 2، يعني في 2 بهذا الشكل. طيب نيجي نظبطها، يعني بتساوي 2 ه أس 2 س على 1 زائد ه أس 2 س، تمام كده. طيب يبقى إذا اما نيجي نشوفها، يعني نشوفها ألف ولا باء ولا جيم ولا دال، يبقى نيجي نشوفها يا ترى هي 2 في ه أس 2 س، واضح ان هي دال اهو، يبقى نختار الإجابة دال، يبقى نختار الإجابة دال، والمقام 1 زائد ه أس 2 ايه س. طيب نيجي نشوف السؤال السابع، بيقول لي أوجد معادلة المماس لمنحنى ص بتساوي لوغاريتم دالة قدام 2 ناقص جذر 2 جتا س للأساس ه عند النقطة التي تقع عليه وإحداثيها السيني باي على 4. طيب أنا عايز معادلة مماس، معادلة مماس من تانية اعداد من تانية ثانوي، عايزين ميل ونقطة، ميل ونقطة. طب الميل يعني المشتقة، يبقى احنا عاوزين نشتق دي، عاوزين نشتق، وبعد كده النقطة اهي، بس هو عطيلي هنا النقطة إحداثي سيني، أنا هعوض وأجيب أعوض في الدالة علشان أجيب الإحداث الصاد، يبقى عندي النقطة كاملة. طيب عاوزين نعوض هنا عن السين بباي على 4 عشان أحصل على النقطة. طيب أقول له الصاد بتساوي لوغاريتم 2 ناقص جذر 2 جتا باي على 4 يعني 45 للأساس ه. طيب يعني هيساوي لوغاريتم للأساس ه ل 2 ناقص جذر 2 جتا 45 بواحد على جذر 2، جذر 2 هتروح مع جذر 2، يعني بتساوي لوغاريتم كام؟ 2 ناقص 1 للأساس ه، يعني بتساوي لوغاريتم 1 للأساس ه، تمام؟ يعني إيه تدي كام؟ 0. يبقى إذا حصلنا على النقطة كاملة، إحداثها السيني باي على 4 والإحداث الصادي بكام؟ بصفر. خلاص كده يا جماعة، كده يبقى احنا دلوقتي باي على 4 دي النقطة، دي النقطة اللي احنا هنجيب عندها معادلة المماس. يبقى قلنا محتاج اجيب ايه بقى؟ محتاج اجيب الميل.
طب الميل يعني هو نفسه مشتقة، هو د ص على د س، يبقى انا الوقت عايز اجيب المشتقة الاولى. طب الدالة فين اللي هشتقها؟ هي فوق اهي عطالي، يبقى ص بتساوي لوغاريتم 2 ناقص جذر التربيعي ل 2 جتا س للاساس ه. تمام، عاوزين نشتق دي نفس ما احنا قلنا في المسألة اللي فوق. لما اجي عاوز اشتق ده اللوغاريتمية يبقى اقول له دال شرط دال صاد على دال سين هتساوي واحد على الدالة، واحد على الدالة، اتنين ناقص جذر اتنين جتا سين. تمام، في يبقى واحد على الدالة في مشتقة، في مشتقة الدالة، في مشتقة الدالة، مشتقة الاتنين بصفر، يبقى في كام؟ يبقى سالب اتنين، هاي نعملها كده سالب جذر اتنين، ماشي، مشتقة الجتا بالسالب هتقوم مقلوبة دي جا موجب، يبقى جا س. تمام، يعني نظبطها شوية، يعني هتساوي جذر اتنين جا س على اتنين ناقص جذر اتنين جتا س. تمام كده، دي مين؟ دي دال شرطة اللي هي دال صاد على دال س اللي هي الميل، بس عند النقطة س بكام؟ بباي على 4، نعوض فيها عن كل س بباي على 4، يعني هتساوي جذر 2 ج 45 بواحد على جذر 2 على 2 ناقص جذر 2 جتا س برضو بواحد على جتا 45 بواحد على جذر 2. طيب ده هتساوي جذر 2 هتروح مع جذر 2 يبقى البسط واحد، مقام بقى جذر 2 راحت مع جذر 2 يبقى 2 ناقص 1، يعني كده كده بتساوي كام؟ بتساوي 1، جبنا الميل بيساوي 1، يبقى ده هو ايه؟ ده اسمه الميل، ده كده اسمه الميل. اذا نقول له اذا معادلة المماس هي ص ناقص ص من تاني اعدادي، ص ناقص ص واحد على س ناقص س واحد يساوي الميل. في ناس بتقول لك ص ناقص ص واحد يساوي م في س ناقص، هي هي في س ناقص س واحد. خلاص، ايه دول؟ دول ايه؟ دولة النقطة، يبقى ص ناقص صفر على س ناقص باي على 4، دي النقطة اللي احنا بيمر بيها، احنا جبناها في الأول، اللي احنا جبناها في الأول اللي هي كانت النقطة اهي باي على 4، دي السينات ودي الصادات، بتساوي الميل اللي احنا جبناه بواحد، بتساوي الميل بواحد. خلاص، طرفين في وسطين، يبقى اذا ص بتساوي س ناقص باي على 4، نصفرها خليهم كلهم في طرف واحد، تبقى ص ناقص س زائد باي على 4 يساوي ايه؟ صفر. اذا دي هي معادلة المطلوبة، يبقى دي معادلة المماس المطلوب. تمام، مسألة كويسة. نيجي نشوف السؤال اللي بعده. السؤال 8 بيقول لي اوجد العدد الموجب الذي معكوس ما الذي مجموع معكوسه الضربي مع اربع امثال مربعه يكون اصغر ما يمكن. يعني انا عندي عدد موجب، عندي عدد موجب يكون مجموع معكوسه الضربي لما نجمعه على اربع امثال مربعه يكون اصغر ما يمكن. طيب تعالى بقى نفرض ان العدد اصلا هو ايه، تعالى نفرض ان العدد سي، يبقى هنقول له نفرض ان العدد هو سي. لما انت فرضت ان العدد سين يبقى معكوسه، اذا المعكوس الضربي واحد على سي ومربعه هيكون سين في سين بسين تربيع. هو بقى بيقول لي اوجد العدد الذي اذا جمع معكوسه الضربي مع اربع امثال مربعه، اربع
امثال المربع بتاعه يكون اصغر ما يمكن، يبقى انت دي الدالة بتاعتك اللي احنا هنشتغل عليه. فعاوزين نجيب قيمة سي، عاوزين نجيب قيمة سي، يعني نظبط شكلها شوية، يعني هتساوي سين أس سالب واحد زائد أربعة سين تربيع. دي مين؟ دي هي الدالة اللي فوق، هي دي، هي دي عادي، بس احنا عملناها كده عشان تبقى سهلة فين؟ في التفاضل. تعالى نشتق بقى كده عشان يلزم، عشان هنا أصغر ما يمكن يبقى أنت محتاج المشتقة الأولى. طيب عشان نجيب المشتقة الأولى يبقى نقول له ص شرطة تساوي، ننزل ده يبقى إذن سالب س ناقص من أس واحد يبقى سالب اتنين، ننزل ده يبقى الاتنين نشتق أربعة س تربيع، اتنين في أربعة بتمانية س، يبقى دي إيه؟ قيمة المشتقة الأولى، ده قيمة المشتقة الأولى. طيب تعالى يلزم إن إحنا نساويها بالصفر عشان نشوف القيمة إيه الصغرى أصغر ما يمكن. ما أنت عندنا عشان أصغر ما يمكن عندك لا إما بإشارة الصاد شرطة لا إما بالمشتقة الثانية، فإحنا بحب أنا أشتغل بإشارة المشتقة الأولى. طيب يعني معنى كده إن سالب س تربيع سالب س أس سالب 2 زائد 8 س يساوي صفر، يعني سالب واحد على س تربيع يساوي سالب 8 س، إشارة مع الإشارة طرفين في وسطين تاني، يبقى 8 س تكعيب بواحد، يعني السين هتساوي السين تكعيب بتوم، يعني السين هتساوي نص كده، جابنا السين بنص كده، جابنا السين بنص. طيب لما جابنا السين بنص يبقى احنا عايزين نجيب الإشارة، عايزين نجيب الإشارة عشان نتأكد. هنرسم خط أعداد بهذا الشكل ونحط دي كده هنا النص، وناخد عدد ونعوض به بالنص فين؟ في المشتقة الأولى، فهيكون دي إشارتها سالب ودي إشارتها إيه؟ موجب بهذا الشكل، يعني في هنا تناقص وفي هنا إيه؟ تزايد بهذا الشكل، يبقى فعلا هيحصل هنا قيمة صغرى. إذن عند السين تساوي نص يوجد إيه؟ قيمة صغرى أو أصغر ما يمكن، أصغر ما يمكن. يبقى هو عاوز العدد، خلاص يبقى العدد هو نص. نشوف السؤال التاسع. أوجد تكامل ظا س د س، عشان أكامل الظا مش هنعرف نكاملها، مش محفوظة، يبقى لازم أفك. يبقى أما أجي أقول تكامل الظا نشيلها ونحط جا س على جتا س، بالنسبة لمين؟ بالنسبة لس. لو البسط تفاضل مقام، تفاضل الجتا بسالب جا، يبقى انا محتاج هنا سالب وهنا سالب عشان ما غيرتش في المساله، اصبح البسط تفاضل المقام، يعني هيساوي سالب لوغاريتم مقياس المقام زائد الثابت ما نساوش. بس نشوف هو هنا موجود ايه، ما فيش موجود هنا، الاولانيه دي ناقصه سالب. طيب تعالى نرفع من خواص اللوغاريتمات، نرفع السالب دي أس للجتا، يعني هتساوي لوغاريتم جتا سين أس سالب واحد زائد ثابت التكامل. طب دي مقلوب الجتا يعني كا، يعني هتساوي لوغاريتم قيمة مطلقة لكا سين زائد ثابت التكامل الأساس هي، وديت الإجابة نمرة دال صريحة أهي، ديت هو مش جايبها لك من الخطوة الأولى عشان الطالب يغلط، بس هو هي الإجابة نمرة دال. طيب نيجي نشوف السؤال نمرة 10. طيب لما نيجي نشوف السؤال نمرة 10 بيقول لي إذا كانت دال دالة حيث دال سين بتساوي س تربيع ناقص 4 أس تلتين، فإن الدالة تكون تناقصية فين؟ تناقصية فين؟ عشان أجيب تناقصية بقى أنا محتاج المشتقة الأولى، محتاج المشتقة الأولى. طيب يبقى عادي جدا دي دالة، يبقى نقول له أنت عطيل إن الصاد بتساوي
س تربيع ناقص 4 أس تلتين. يبقى يلزم هنا المشتقة الأولى، يبقى نقول له ص شرطة هتساوي عشان أشتق قوس ننزل الاتنين على تلاتة في القوس نفسه، س تربيع ناقص 4 وننقص من الأس 1، يعني 2 على 3 ناقص 1، يبقى إذن سالب إيه؟ سالب تلت. سالب تلت لسه كمان في مشتقة ما بداخل القوس، يعني في 2 س، في 2 إيه؟ في 2 س، في 2 س. طيب أنا هساوي دي بقى كده الوقت بالصفر عشان أشوف واجيب النقط اللي هي الحرجة عندي. علشان اساوي دي كده بالصفر، تمام، يبقى احنا كده عاوزين نسواها بايه؟ بالصفر. طيب عشان اسواها بالصفر يبقى تعالى بس نظبط شكلها كده الاول، يعني هتساوي 2 على 3 في 2 كمان اهي في البسط 2 س، وهنا ديت نخليها مقام بهذا الشكل، بسين تربيع ناقص 4، الأس سالب نزلناه تحت ايه التكعيبي. تاني نزلنا 2 على 3 في القوس، نقصنا 1 في مشتقة ما بداخل القوس، دول بسط 2 في 2 ب 4 س بسط، مقام 3 في س جذر التكعيبي عشان دي تلت، ليه س تربيع ناقص 4، تمام، يساوي صفر. طيب امتى ده يساوي صفر؟ اذا كان البسط بصفر، يبقى اذا كان السين بصفر. طيب السين بصفر في الحاله دي يبقى لازم هنا الداله اللي هو جايبها لي تكون إيه؟ لو جيت اعوض بصفر فعلا هي قيمه بصفر، ولكن لازم الداله تكون معرفه، لازم الداله تكون معرفه، يعني لازم اللي يكون تحت المقام ده يكون معرف، لازم يكون معرف. يبقى إذن معنى كده إن لازم إن السين ممنوع تاخد 2 وسالب 2، خلي بالك، يعني إذن السين لو هي خدت 2 وهنا لما المفروض ما تاخدهمش، يبقى سالب 2 وموجب 2. وفي الحالة دي ما نيجي بقى نرسمها بهذا الشكل، هنحط هنا كده سالب 2 وهنا الصفر، وهنا كام؟ وهنا 2. طيب في الحالة دي هتكون ايه بقى؟ هتكون مين؟ عايزين ندرس ناخد هنا ارقام او عدد ونعوض فين؟ في المشتقة الاولى، يبقى دي هتطلع سالب موجب، سالب موجب. طيب هو عاوز بقى تكون تناقصيه فين؟ يبقى من عند السالب ما لا نهايه اهو لحد هنا دي تناقصيه، ثم من هنا كمان تناقصيه، يعني الفتره الاولى والثالثه ده، يبقى نختار الاجابه نمره ألف، نختار الاجابه نمره ألف. طيب تعالى بقى نشوف السؤال نمره 11. السؤال نمره 11 بقى بيقول لي ايه؟ اذا كان ميل المماس لمنحنى المماس عند اي نقطة س وصاد بيساوي دي، ده ميل المماس، فاوجد معادلة المنحنى. طب عطلي الميل وعايز المعادلة، يبقى هنكمل. اذا علم انه يمر بالنقطة دي يبقى ديت السينات وديت الصادات، يعني انت بتقول لي ان دال الميل يعني دال صاد على دال سين بيساوي سين الجذر التربيعي لسين زائد الواحد، يعني كأنها نظبطها شوية، يعني كأنها سين في سين زائد الواحد أس نص. ده الميل اللي هو عطهولي، بيقول لي اذا كان ميل المماس بيساوي ده، يبقى انا لو كملت يبقى انا هكمل ده اكمل ده، تمام. يبقى اذا تكامل ونضرب ونوزع، يعني اذا تكامل دال صاد هيساوي تكامل السين
في سين زائد الواحد أس نص بالنسبة لسين، بالنسبة لسين. تكامل دال صاد بصاد، طبعا بكامل بالنسبة لصاد. تكامل دي عشان اعرف اكامل دي من سنة تانية ثانوي، ثانية تانية ثانوي، ما يكون سين وجوه هنا سين كوس ذات أس، بنحاول ناخد الرقم دي ومن هنا ونزوده وننقصه. يعني ايه تانية ثانوي؟ يعني اذا عبارة عن سين هنزود الواحد ونطرح الواحد بهذا الشكل، دي في تانية ثانوي، في نفس القوس أس نص بالنسبة لدالسين. طيب ده هو بقى، ركز بقى معايا في دعوم، هيتضرب في ده ونرجع تاني. يعني انا هضرب القوس اللي بره ده في ده مرة وفي ده مرة، يعني هيساوي تكامل. اصبح هنا قوس ذات أس واحد ونص، يعني اصبح سين زائد واحد أس واحد ونص، يعني تلاتة على اتنين بالنسبة لسين، ناقص تكامل سين زائد واحد أس نص بالنسبة لسين. خلاص نكامل بقى دي عادي بالطريقة العادية، نكامل عادي جدا بقى. خلاص زود على الأس واحد واقسم على الأس الجديد، ما عادش في حاجة بقى في مشترك. ما تنساش ما نيجي نشتق كوس، لكن احنا هنا عاوزين نكامل. كنت في التفاضل بنزل الأس، هنا في التكامل مختلف. تكامل كوس ذات أس يبقى بيه هو زي ما هو، سين زائد واحد تلاتة على اتنين، هنزود واحد يبقى اتنين على اتنين، يبقى خمسة على اتنين، ونقسم على خمسة على اتنين، تمام، على مشتقة الايه السين بواحد، ناقص نكمل القوس التاني برضو، هنزود يبقى سين زائد واحد نزود واحد نص واحد، يبقى تلاتة على اتنين، ونقسم على تلاتة على اتنين، يبقى كأني بضرب فيه. كل دي ما نساش ان هو زائد ثابت، ثابت التكامل. ده ايه؟ دي كده معادلة المنحنى اللي احنا عايزينها اصلا، دي كده معادلة المنحنى اللي هو بيطالبني به، ولكن ما ينفعش اسيبها له فيها ثابت. لكن انت عطيلي نقطة صفر وحداشر على خمستاشر، انت عطيلي النقطة بيمر بهذه النقطة، يبقى دي السينات ودي الصداع. تعال نعوض بقى، يبقى 11 على 15 يساوي 2 على 5 في السين بصفر دي اختفت، يبقى 1 أس 5 على 2 ناقص 2 على 3 في الصفر دي اختفي، يبقى 1 أس 3 على 2 زائد ثابت التكامل. نصفها بقى شوية، يبقى 11 على 15 هيساوي 1 ده بواحد مش هيأثر، يبقى 2 على 5 ناقص ده برضو مش هيأثر، ناقص 2 على 3 زائد ثابت التكامل. احنا عاوزين نجيب ثابت التكامل، سيبه في طرف لوحده اهو، يساوي ودي دول الجهة التانية بإشارة مخالفة، يبقى دي 11 على 15 ناقص 2 على 5 زائد 3 على 5، وبقالة حاسبة وتطلع دي أو نوحد المقام عادي. دي انا عايز المقامات 15 يعني في ابتدائي، يبقى هنضرب دي في 3 فوق و3 تحت، نضرب دي فين؟ إيه هي 5 برضه اهو، نضرب في 3 فوق و3 تحت بهذا الشكل، يبقى اصبح المقام كله كده بقى 15. انت هتعملها في آلة حاسبة على طول، بس ايه انا بقول لك نعملها ازاي. اصبح 11 إيه 11 و9 20 20 شيل 6 20 شيل 6 يبقى 14 على 15 هو سهل، هو الثابت، تمام. يبقى دي 11 ناقص 6 بخمسة، 5 و9 14، يبقى كده جاب ثابت تكامل ب 14 على 15. اذا ص تساوي 2 على 5 في سين زائد الواحد أس خمسة على اتنين ناقص اتنين على تلاتة في سين زائد الواحد أس تلاتة على اتنين، وثابت التكامل باربعتاشر على خمستاشر. حاول تراجع دي على حسبة عشان انا اعملها لك كده. طيب نشوف السؤال اللي بعده.
الفيديو كام؟ طيب الفيديو 24. نكتفي بهذا القدر أبناء الطلبة والطالبات عشان الفيديو ما يطولش، وإن شاء الله نكمل في فيديو قادم بإذن الله. واقفين عند السؤال 12، تفاضل وتكامل الدور الثاني 2019. ما تنساش لو كنت بتشوف الفيديو ولأول مرة أن تشترك في القناة. شكرا لكم، كان معكم صالح عبد العال.